يا مساء الخير على كل متابعي قناة النادي الأهلي، برحب بكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. أكيد طبعا كلنا متضايقين من نتيجة امبارح بعد خسارة النادي الأهلي قصاد بيراميدز 2-1، وأكيد طبعا كلنا شفنا المباراة كانت عاملة إزاي، والنادي الأهلي كان مستواه كويس جدا في الشوط الأول وقدر كمان إن هو يخرج منه متقدم بهدف لأزارو، كمان ضاع منه في الشوط ده فرص كتير جدا لأحرز أهداف تانية. لكن في الشوط التاني بقى الموضوع اختلف تماما، كان المستوى مش قد كده، وأكيد طبعا هدف التعادل اللي جه في الدقيقة الثالثة من الشوط التاني ده كان ليه تأثير سلبي على الفريق. وكمان فرصة معلول وتسديدته القوية اللي ارتدت من العارضة واللي كانت طبعا ممكن تخلي النادي الأهلي متقدم تاني، وبعدها جه الهدف التاني في النادي الأهلي وحاول طبعا الفريق بعد كده ان هو يحرز التعادل، ولكن انتهت المباراة للأسف بالنتيجة دي. مش تبرير طبعا ولا تحميل للنتيجة دي على التحكيم، بس أكيد كان في كورتين كان ممكن يغيروا من مسار المباراة ده ومن النتيجة. كرة أزارو أكيد اللي كان هينفرد بيها من نص الملعب ولعبها علي جبر بإيديه، منع الكوره وحرم النادي الاهلي من هجمه خطيره وانفراد كان ممكن اكيد ان هو يعدل من النتيجه. وكمان كان في ضربه جزاء لاحمد الشيخ كانت كفيله برضو على الاقل يعني تخرج المباراه دي بنتيجه التعادل. على العموم طبعا اللي حصل حصل خلاص، كان في اكيد اخطاء كتير لازم نتعلم منها ونصلحها ونركز في الماتشات اللي جايه عشان نقدر نستعيد مره تانية نغمه الانتصارات. هنناقش الكلام ده واخبار تانية كتير النهارده خلال حلقتنا. ضيفنا النهارده استاذ محمد السيد الناقد الرياضي في جريده الاخبار المسائي، وكالعاده نبتدي حلقتنا دايما باهم وابرز العناوين. لاسارتي اغلقنا ملف بيراميدز والدوري لم يحسم. لاسارتي الاهلي يجب ان يتعلم من اخطاء مباراه بيراميدز. فحص طبي لازارو لتحديد فتره غيابه عن الملاعب. الاهلي يدرس اعاره جيرالدو والتعاقد مع افريقي جديد. لاسارتي يطلب تجهيز محمد نجيب للتدعيم دفاع الاهلي. ابو ردا وعبد الغني ومجاهد يمثلون اتحاد الكره في احتفاليه الكاف 9 يناير. محمد صلاح يتصدر تشكيل الاغلى في الدوري الانجليزي. كالعادة نبتدي حلقتنا دايما باهم الاخبار والكلام اللي اتقالوا عن النادي الاهلي في الصحافه. الاهرام الاهلي يواصل نزيف النقاط بالخساره امام بيراميدز 2-1. الاهرام بيراميدز يزيح الاهلي من طريق القمه مؤقتا، فاز علي بهدفين مقابل هدف في مباراه دراماتيكيه وواصل مطاردته للزمالك. اخبار اليوم، بيراميدز يحول تاخره لفوز مستحق على الاهلي. الاخبار المساء، الاهلي يسقط في اول اختبار للاسارتي. الأخبار المساء، لاسارتي الأخطاء السبب ونحتاج لتدعيم الدفاع والوسط. الجمهورية القائمة الأفريقية صداع في رأس لاسارتي. الشروق الأهلي يدرس إعارة جيرالدو والتعاقد مع أفريقي جديد. لاسارتي طلب الاستفادة من المكان الأفريقي بصفقة تستطيع المشاركة في دوري أبطال أفريقيا. المصري اليوم، الشحات على أبواب القلعة الحمراء، لاسارتي يطلب التعاقد مع ديفندر اتجاه لتأجيل قيد جيرالدو، وأحمد سامي على الرادار لتدعيم الدفاع. اليوم السابع، الأهلي يقدم عرض أخير لشراء ديفندر أنبي ب20 مليون جنيه. الخطيب يتعهد بإنهاء صفقة الشحات، والأحمر يضع البدائل حال فشل صفقة ياسر إبراهيم. نروح معاكم سريعا لتفاصيل اهم الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي في الجرايد، وهنروح للاهرام اللي قالت ان حقق نادي بيراميدز الفوز على النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف في المباراه المؤجله من الاسبوع الثامن من مسابقه الدوري العام. قالت كمان ان الاداء اختلف خلال الشوطين، في الوقت اللي تسيد فيه الاهلي الشوط الاول لعب ونتيجه، جه الشوط الثاني مختلف تماما وسيطر فيه بيراميدز واحرز هدفين. كان طبعا علي معلول نجم الشوط الاول بلا منازع وعمل جبهه قويه مع رمضان
صبحي، ومن خلالها أكيد أحرز النادي الأهلي هدفه الوحيد، ولكن الثنائي اختفى في الشوط الثاني، وكان الحكم الصربي دون المستوى وتغاضى عن ركلة جزاء للنادي الأهلي في الشوط الأول، وجت بعض قراراته عكسية خاصة في الشوط الثاني. كمان الجمهورية قالت أن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة أورجواني مارتين الأسارتي استقر بنسبة كبيرة على قيد الثلاثي أحمد الشيخ ورمضان صبحي وجونيور أجايي في القائمة الأفريقية، وفضل أربع أسامي المفروض أن المدير الفني يختار من ضمنهم أكيد صالح جمعة ومحمد محمود ومحمود وحيد وحسين الشحات في حالة إتمام التعاقد معه، بالإضافة للمدافعين اللي الأهلي بيسعى للتعاقد معهم خلال الانتقالات الحالية. وزي ما احنا عارفين النادي الأهلي بقي له 7 أماكن في القائمة الأفريقية لأنه سجل بس 23 اسم. كمان الشروق قالت ان اكد مصدر مسؤول في النادي الاهلي ان كل ما يتردد في الساعات الاخيره عن رفض اتحاد الكره قيد الانجولي جيرالدو في قائمه النادي الاهلي امبارح يوم الجمعه على الرغم من قيد عبد الله السعيد غير حقيقي، وقال كمان ان النادي الاهلي هو اللي رفض قيده بناء على رغبه المدير الفني الاوروغواني مارتين الاسارتي واللي اجل قيد اللاعب املا في التعاقد مع لاعب افريقي اخر يقدر ان هو يشارك مع الفريق في البطوله الافريقيه. قال كمان ان في حاله ان تم قيد جيرالدو كان من المستحيل اعارته لاي نادي اخر نظرا لعدم قانونيه لعبه في 3 انديه خلال موسم واحد، وده كان اكيد يعطل رغبة المدير الفني في التعاقد مع لاعب جديد، وتم الاتفاق على الانتظار لحين التعاقد مع لاعب أفريقي، وفي حالة عدم التعاقد هيتم النادي قيد اللاعب جيرالدو. كمان دي كانت أهم الأخبار أكيد اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الصحافة. نروح بقى معاكم لأهم أخبار النادي الأهلي لكن من على مواقع الإنترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي لاسارتي: أغلقنا ملف بيراميدز والدوري لم يحسم. اليوم 7 لاسارتي: الأهلي يجب أن يتعلم من أخطاء مباراة بيراميدز. بوابة أخبار اليوم: فحص طبي لأزارو لتحديد فترة غيابه عن الملاعب. اليوم 7: الخطيب يجتمع مع لاسارتي لتحديد مصير إعارة جيرالدو. بوابة فيتو لاسارتي يطلب تجهيز محمد نجيب لتدعيم دفاع الأهلي. يلا كورة: وليد صلاح: ننتظر رد الأهلي على طلبنا لضم أكرم توفيق وميدو جابر. بوابة الشروق: مصلحي: طائرة الأهلي ستقاتل من أجل الفوز بكأس مصر. قبل ما نروح لتفاصيل أهم أخبار النادي الأهلي من على مواقع الإنترنت، نروح الأول لفاصل ونرجع نكمل مع حضرتك. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم لتفاصيل اهم الاخبار اللي اتقالت على النادي الاهلي في مواقع الانترنت، وهنبتديها مع اليوم 7 اللي قال ان اكد الاوروغواني مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي ان فريقه لازم يتعلم من اخطاء مباراه بيراميدز. قال لاسارتي كمان ان الفريق ارتكب اخطاء كثيره قدام بيراميدز ولازم نعالجها بسرعه عشان الفريق يقدر يستعيد الانتصارات. قال ان الفريق لازم يتعلم من غلطاته اللي حصلت في مواجهه امبارح، وكمان لازم ان احنا نفكر في اللي جاي، خصوصا طبعا ان الفريق بيخوض مباراة رسمية في الدوري يوم الثلاثاء اللي جاي قصاد سموحة. أكيد بيسعى النادي الأهلي إن هو يرجع مرة تانية للانتصارات من خلال اللقاء ده. كمان بوابة أخبار اليوم قالت إن الدولي المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي خاضع لفحص طبي النهارده يوم السبت لتحديد فترة غيابه عن الملاعب، وكمان برنامج العلاجي والتأهيل الخاص بيه اللي هيخضع له بعد تعرضه لإصابة امبارح خلال مشاركته في مباراة بيراميدز واللي أقيمت على استاد الدفاع الجوي، المباراة دي اللي كانت مؤجلة من الأسبوع الثامن في بطولة الدوري العام. اشتكى أزارو من إصابة في العضلة الضمة وما قدرش إن هو يكمل مباراة امبارح وخرج بصحبة طبيب الفريق دكتور خالد محمود، وشارك مروان محسن بديلا ليه في الشوط الثاني.
كمان اليوم السابع قالت أنه بيعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مهمة مع الأوروغواني مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق خلال الساعات اللي جاية لحسم عدة أمور فنية في الفريق، وأكيد في أولها إعارة الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق وتعاقد النادي الأهلي مع جيرالدو في يناير الجاري قادم من أول أغسطس الأنجولي لمدة 4 مواسم ونص موسم مقابل 600,000 دولار. ومن المقرر أن يبحث الخطيب مع لاسارتي مسألة إعارة جيرالدو من عدمها خلال يناير الجاري، خصوصا أن اللاعب ما شاركش مع الفريق إفريقيا أو مش هيقدر يشارك إفريقيا لأنه طبعا شارك مع فريقه أو نادي أول أغسطس في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا. نادي الأهلي عايز أن هو يعير جيرالدو خلال يناير الجاري ويتم التعاقد مع مدافع أجنبي بداله، وده اللي هيتحدد خلال الساعات اللي جاية وبعد جلسة طبعا رئيس نادي الأهلي مع المدير الفني لاسارتي. كمان بوابة فيتو قالت ان الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الاول لكرة القدم في النادي الاهلي هيحدد النهاردة السبت ميعاد مشاركة محمد نجيب في التمرين الجماعي بعد تماثله للشفاء من الاصابة اللي تعرض ليها بقطع في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته مع الفريق في دوري ابطال افريقيا خلال نسخته اللي فاتت. المفروض انه هيخضع نجيب لبرنامج بدني بعد الانتهاء من مرحلة تجهيزه طبيا وخضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي على مدار الفترة اللي فاتت. كمان موقع يلا كورة قال ان وليد صلاح الدين مدير الكورة في نادي الاتحاد السكندري اتصل بكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة في النادي الاهلي عشان يتعاقد الاتحاد السكندري مع اكرم توفيق وميدو جابر خلال الفترة اللي جاية. وقال كمان ان مدير الكورة في النادي الاهلي طلب مهلة لحد ما يتم اعلان او ما يعلن مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي عن قائمة المستبعدين من حساباته في الفترة اللي جاية، وياخد رايه طبعا في فكرة خروج الثنائي على سبيل الاعارة او وجود نية لبقائهم او لاعب منهم فقط هو اللي يبقى في الفريق. وقال كمان موقف النادي الأهلي سوف يتضح خلال الأيام المقبلة، وحلمي طولان فضل الانتظار لما بعد مباراة الزمالك من أجل مناقشة تفاصيل الأمر حفاظا على تركيز اللاعبين. واختتم كمان الموقع الخبر وقال ان ما بين الاهلي والاتحاد السكندري العلاقات قويه للغايه وده اللي هيسهل في انضمام اي لاعب هيتم الاستغناء عنه لصفوف زعيم الثغر. كمان بوابة الشروق قالت ان محمد مصلحي المدير الفني للفريق الاول لكرة الطايرة رجال في النادي الاهلي قال ان الفريق بيستعد بقوة لمواجهة الفيفا كاس مصر، لافتا طبعا لانها بطولة صعبة وبتمثل اهمية كبيرة لكل العاملين في النادي. وقال كمان مصلحي ان النادي الاهلي اجتاز مرحلة صعبة في الدوري وعانى خلالها من ضغط المباريات وغياب عدد كبير من اللعيبة نتيجة الاصابات، وقال كمان ان الفترة اللي جاية محتاجة لتركيز كبير وجهد كبير وان الفريق هيئات عشان يقدر يفوز ببطولة الكاس بالإضافة لبطولة الدوري وبطولة أفريقيا. وقال كمان مدرب طايرة النادي الأهلي أن المنافسة صعبة في الموسم الجاري نتيجة الضغوط الكبيرة على اللعيبة والتدعيمات اللي عملها أو عملتها الفرق المنافسة، وقال كمان أن اللعيبة بيسعوا بكل قوة لتحقيق البطولة وإسعاد جماهير النادي الأهلي. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وطبعا من امبارح للنهارده ما كانش فيه طبعا اي اجازه للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي، بل كمان كان فيه النهارده مباراه وديه ما بين النادي الاهلي وفريق جمهوريه شبين، اللقاء ده انتهى 3-0 لصالح النادي الاهلي. عشان نعرف تفاصيل اكتر عن اللقاء ده معانا زميلنا شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي اللي كان متواجد النهارده اثناء اللقاء. مساء الخير عليك يا شريف. شيما عليك وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يمكن منذ قليل انتهت المباراه الوديه مع فريق جمهوريه شبين بفوز النادي الاهلي بثلاث اهداف مقابل لا شيء. يمكن احرز الاهداف اشاهين في الدقيقه 49 وميدو جابر في الدقيقه 53 وصالح جمعه في الدقيقه 88. يمكن الاهلي بدا المباراه الوديه النهارده بشريف اكرامي في حراسه المرمى، من اليمين للشمال اكرم توفيق، احمد علاء، كوليبالي، محمود وحيد، اثنين ديفندرين محمد محمود واسلام محارب، امامه وليد سليمان وجاليردو واجايين وراس حربه صريح هو مروان محسن، كان في البدلاء علي لطفي، صبر رحيم،
حمودي، ميدو، عمرو جمال، عمرو بركات، مصطفى شوبير، صالح جمعه، الجزار، كريم يحيى، اسلام جابر. خليني اقول لك ان الملفت في الشوط الاولاني اللاعب الانجولي جيراردو اللي قدم 45 دقيقه ولا اروع ولا اجمل، يمكن لفت كل الانتباه، يمكن المباراه هتذاع ليلا على شاشه قناه النادي الاهلي حصريا. الكل اللي كان متابع هذه المباراه اشاد بالانجولي، لاعب بيلعب جناح يمين، كان بيلعب من العمق، عمل ثنائي خطير مع جاي اللي راجع بكل قوه، اللي عاوز يثبت نفسه. كان في النهارده تغيير وليد سليمان، عمرو جمال اللي نزل النهارده راس حربه، يمكن لعب 90 دقيقه، قدم النهارده مستوى ولا اروع ولا اجمل. فانا كنت عايز اسالك عليها شريف، لان طبعا في ظل اصابه وليد ازارو وكمان حصول مروان محسن على 3 انذارات، اكيد محتاجين ان احنا نطمن على عمرو جمال. بالفعل هو وليد ازارو مصاب، ويمكن هيبان بكره مده الغياب او النهارده بعد انتهاء المباراه. يمكن انتهت المباراه لسه الدكتور خالد محمود ما حركش عشان اقدر اساله مده غياب وليد ازارو قد ايه، ولكن النهارده عمرو جمال كانت تغييره مكان وليد سليمان في الدقيقه 30 من الشوط الاولاني. طبعا وليد للاسف خرج مصاب، يمكن اكرم توفيق النهارده برده خرج مصاب في الدقيقه 45. لسه برده هنطمئن على الاصابات، ما اعرفش مسلسل الاصابات. طب انا عايز اعرف ايه حجم الاصابه اكرم توفيق ووليد سليمان؟ من الوهله الاولى اكرم توفيق يمكن الاصابه شكلها سهله، يمكن عنده جرح في الوجه يعني، فممكن تكون خفيفه، لكن وليد سليمان وقف والدكتور جاله فخرج معاه على طول، يبدو انها اصابه عضليه، لكن انا في انتظار تاكيد طبعا الدكتور خالد محمود. ولكن عمرو جمال من الدقيقه 30 كان موجود في الشوط الاولاني، قدم مستوى في الشوط الاول يعني مقبول، في الشوط الثاني قدم مستوى ممتاز جدا، يمكن كان لافت الانظار في الشوط الثاني. يمكن عمل تشكيل مختلف مستر لاسارتي، يمكن بدا بعلي لطفي من اليمين للشمال، كريم يحيى لاعب 97 يمكن قدم مستوى هايل النهارده، جنبيه ايضا لاعب 97 اسمه اسلام جابر، جزار النهارده كان بيلعب برضه قدم مستوى هايل، صبر رحيل في وسط الملعب كان في محارب، وكان في عمرو بركات اللي تألق بشده في الشوط الثاني. امامه كان ثلاثه، ميدو جابر، صالح جمعه النهارده ظبط وسط ملعب النادي الاهلي بشكل ملفت للانتباه، حمودي، وفي راس الحربه عمرو جمال اللي كمل من الشوط الاولاني. عمرو جمال النهارده بيلفت الانظار ليه، ويبدو ان فرص عمرو جمال الفتره المقبله هتكون قويه جدا، فرص عمرو بركات هتكون قويه جدا، فرص اللاعب الانجولي اللي لفت كل الانظار هتكون قويه جدا 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 جدا. طيب يعني اللعيبه اللي شاركوا امبارح في الوقت الكامل من المباراه ما شاركوش النهارده في اللقاء، ولكن شارك في اللقاء اللعيبه اللي نزلوا تبديلات او في التغييرات، بالاضافه طبعا لتالق صالح جمعه زي ما قلت لي، عمرو جمال، وكمان قلنا جيرالدو كمان تالق جدا في اللقاء النهارده. خليني اقول لك طبعا اللعيبه اللي شاركت بالامس يمكن عملوا تمرين النهارده خفيف، وكان تمرين استشفائي اكتر منه تمرين، ما كانش فيه تمرين بالكره خالص، كله تدريبات بدنيه خفيفه جدا. ويمكن حضر اللقاء طبعا رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب، النائب معالي الوزير طبعا العامري فاروق، وامين صندوق الاستاذ الدرندلي خالد الدرندلي. شكرا ليك شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي، كان متواجد النهاردة في اللقاء الودي اللي جمع النادي الأهلي مع جمهورية شبين، اللقاء اللي انتهى ب3 أهداف للا شيء لصالح النادي الأهلي. زي ما قال لنا شريف شعبان، تألق النهاردة جيرالدو وصالح جمعة وعمرو جمال في اللقاء الودي، وكمان كانت حصيلة الإصابات وليد سليمان وأكرم توفيق. نرجع بقى سريعا ونروح لجولتنا في الأخبار المحلية والعالمية. اليوم السابع أبو ريدة وعبد الغني ومجاهد يمثلون اتحاد الكرة في احتفالية الكاف 9 يناير. في الجول مجاهد لفي الجول ومثل اتحاد الكرة رفقة هانيا أبو ريدة في جمعية الكاف العمومية. اليوم السابع محمد كامل ووفد برزنتيشن يتوجهون للسنغال لدعم ملف استضافة كأس الأمم الأفريقية. الشروق أجر يصل القاهرة بعد أجازة الكريسماس. الفجر أجر يعقد جلسة مع لهيطة بسبب وديات الفراعنة.
يلا كورة مصدر اليلا كورة. علي غزال يقترب من اللعب في الدوري البرتغالي. الشروق عامر لا توجد عروض من القطبين للتعاقد مع ياسر إبراهيم. الوفد لجنة القيم تعقد جلسة تحقيق مع رئيس النجوم الاثنين. بوابة أخبار اليوم الليلة افتتاح تاريخي لكأس آسيا في الإمارات. صدى البلد محمد صلاح يتصدر تشكيل الأغلى في الدوري الإنجليزي. قبل ما نروح لتفاصيل الاخبار المحليه والعالميه، في خبر عاجل بيقول ان قرر مجلس اداره النادي الاهلي تشكيل لجنه اسد كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وعضويه العمري فاروق نائب الرئيس وخالد الدرندلي امين الصندوق وحلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الاهلي للبدء في اتخاذ الاجراءات القانونيه للحفاظ على حقوق النادي الاهلي الادبيه والقانونيه والماليه في ازمه قيد اللاعب عبد الله السعيد ضمن صفوف نادي بيراميدز بالمخالفه ووسط تصريحات متضاربه للمسؤولين في اتحاد الكرة دون الكشف عن أي أسانيد لائحية وقانونية. نروح بقى معاكم سريعا لتفاصيل أخبارنا المحلية، هنبتديها من اليوم السابع اللي قال إن قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة سفر الثنائي مجدي عبد الغني وأحمد مجاهد عضو مجلس الإدارة بصحبة هانيا بوريدة للسنغال لحضور احتفالية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتوزيع جوائز الأفضل يوم 9 يناير الجاري. بينافس النجم المصري محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب أفريقي خلال الاحتفالية بجانب إعلان اسم البلد اللي هيستضيف بطولة أمم أفريقيا 2019. بتتنافس مصر مع جنوب أفريقيا على الفوز بالتنظيم، وبيتوجه الوفد المصري للعاصمة السنغالية دكار خلال 48 ساعة الجايين لحضور حفل الكاف. كمان موقع في الجول قال ان اكد احمد مجاهد عضو مجلس اداره اتحاد الكوره ان جدول اعمال الجمعيه العموميه للكاف بيتضمن بندين اثنين فقط هم اختيار الافضل في القاره الافريقيه لسنه 2018 واللي هيقام يوم 8 يناير ثم اعلان اسم الدوله المنظمه لبطوله الامم الافريقيه في اليوم التالي. ملف مصر قوي لاستضافه امم افريقيا لأن مصر بتمتلك إمكانيات كبيرة لتنظيم بطولة زي دي وعندنا فرصة كبيرة للفوز بالتنظيم. وقال كمان أن هانيا بوريدة هيشارك في اجتماع المكتب التنفيذي للكاف يوم 9 يناير لاختيار الدولة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية. بتنافس مصر مع جنوب أفريقيا على تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد سحب البطولة من الكاميرون. كمان اليوم السابع قالت انه بيطير محمد كامل رئيس شركه برزنتيشن سبورتس راعي الكره المصريه للسنغال فجر يوم الاحد عشان يدعم الملف المصري لاستضافه كاس امم افريقيا واللي هيتم التصويت عليه في العاصمه دكار يوم 9 يناير الجاري. بيسافر محمد كامل على راس وفد كبير من شركه برزنتيشن سبورتس لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي للكاف ودعم الملف المصري اللي دخل في منافسه مع ملف جنوب افريقيا لتنظيم البطوله اللي اتسحبت من الكاميرون مؤخرا. كمان الشروق قالت انه بيصل المكسيكي خافيار اجاري المدير الفني للمنتخب الوطني النهارده السبت للقاهره بعد قضاء اجازه الكريسماس في اسبانيا وبيدرس اجاري مكان معسكر الفراعنه في مارس المقبل استعدادا لمواجهه منتخب النيجر في الجوله الاخيره من تصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه. والمفروض ان يعقد اجاري جلسه مع ايهاب لهيطه مدير المنتخب لمناقشه ترتيبات معسكر الفراعنه والاتفاق على عدد من الوديات استعدادا للمشاركه في كاس الامم الافريقيه. وبيسعى اتحاد الكرة للوصول لاتفاق مع غانا والكاميرون والسنغال بالإضافة للبحث عن ودية رابعة لتجهيز الفراعنة قبل البطولة. كمان الفجر قالت انه بيعقد المكسيكي خافيار اجاري المدير الفني للمنتخب الوطني جلسه خاصه مع ايهاب لهيطه مدير المنتخب لبحث تطورات المرحله المقبله. وبتاتي جلسه اجاري مع لهيطه من اجل الترتيب لخوض 3 مباريات وديه قبل نهائيات كاس الامم الافريقيه العام الحالي بالاضافه للبحث في إمكانية تأجيل دوري ممتاز قبل انطلاق البطولة. المنتخب النيجيري وافق على مواجهة المنتخب الوطني ودية نهاية شهر مارس اللي جاي استعدادا للبطولة القارية والمقرر إقامتها في منتصف العام الجاي.
موقع يلا كرة كمان قال إن الدولي المصري علي غزال لاعب فريق فانكوفر وايت كابس الأمريكي اللي كان بيشارك طبعا في الدوري الأمريكي قرب من اللعب في الدوري البرتغالي، وأشار مصدر مقرب من اللاعب على إن غزال في الوقت الحالي بيتواجد في بلجيكا وخلال الساعات اللي جاية هيتجه للبرتغال. وقال خلال أيام علي غزال هيوقع لفريق فرنسي البرتغالي. العروض الأخرى المقدمة ليه لم ترتقي للجدية المطلوبة، وعرض فرنسي هو الأفضل. والجدير بالذكر أن علي غزال سبق وخاض تجربة في الدوري البرتغالي مع فريق ناسيونال ماديرا، وبتشهد الفترة الحالية عودته من جديد لمنتخب مصر تحت قيادة خافيار أجاري المدير الفني للفراعنة. كمان الشروق قالت أن نفى محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة وجود أي عروض جدية للمدافع ياسر إبراهيم خلال الفترة المقبلة. وكتب عامر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: لا توجد عروض جدية من أندية القمة لشراء نجم نادي سموحة ياسر إبراهيم، وكل ما يثار مجرد مناوشات ومحادثات تليفونية. وكان في تقارير صحفية خلال الفترة اللي فاتت ربطت اسم مدافع الفريق السكندري باسم النادي الأهلي عشان النادي الأهلي يدعم خط دفاعه خلال الفترة المقبلة. وعلى جانب آخر نادي الزمالك برضو عنده رغبة في التعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، وده عشان يأمن خط الدفاع بلعيبة صغار في السن خاصة وهو طبعا من أبناء نادي الزمالك. كمان الوفد قالت ان قررت لجنة القيم والاخلاق باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبد صالح عقد جلسة للتحقيق مع محمد الطويلة رئيس النجوم يوم الاثنين اللي جاي بعد ما اعتذر عن الجلسة الماضية واللي كان مقرر ليها 2 يناير اللي فات. كمان اتفق مسؤول اللجنة على عقد جلسة للاستماع لسمير موسى رئيس نادي الزرقاء يوم الاربعاء اللي جاي بعد ما هاجم حاكم احدى مباريات فريقه في الدوري في القسم الثاني. بوابة أخبار اليوم كمان قالت أن بتنطلق اليوم السبت منافسات كأس آسيا 2019، وبتستضيفها دولة الإمارات بمباراة ما بين أصحاب الأرض المنتخب الإماراتي وشقيقه المنتخب البحريني الساعة 6 مساء على استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي ضمن منافسات المجموعة الأولى. وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي إدارة المباراة الافتتاحية ما بين الإمارات والبحرين للحكم الدولي الأردني أدهم مخدمة، وبتضم المجموعة الأولى منتخبات الإمارات والبحرين وتايلاند والهند. واستعدت الإمارات خلال الفترة اللي فاتت لتقديم احتفال تاريخي النهاردة في انطلاقة كأس آسيا، ويحيي الحفل الغنائي حسين الجسمي وبلقيس وعيد المنهالي. وبتشهد كمان بطولة كأس آسيا مشاركة 24 منتخب للمرة الأولى في تاريخها، تم تقسيمهم لست مجموعات بواقع 4 منتخبات لكل مجموعة بيتأهل المتصدر والوصيف لدور 16، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث. وبتشهد البطولة إقامة 51 مباراة تقام على 8 ملاعب في 4 مدن: أبو ظبي والعين ودبي والشارقة، وبتستمر على مدار 28 يوم. كمان صدى البلد قالت ان تصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الانجليزي تشكيل اللعيبه الاغلى قيمه في مراكزهم للنسخه الحاليه من البريمير ليج وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي المتخصص في اسعار لعيبه كره القدم. شهدت التشكيله تواجد 3 لاعبين من فريق ليفربول وهم محمد صلاح واندي روبرتسون وفيرجيل فان دايك. وجت كمان تشكيله الاغلى في الدوري الانجليزي او البريمير ليج كالتالي: في حراسة المرمى ديفيد دخية من مانشستر يونايتد، في خط الدفاع أندي روبرتسون من ليفربول، فيرجيل فان دايك من ليفربول، وكاي ووكر من مانشستر سيتي، ولابورت من مانشستر سيتي، وفي خط الوسط بول بوجبا من مانشستر يونايتد، كانتي من تشيلسي، هازارد من تشيلسي، وكيفن دي بروين من مانشستر سيتي، وخط الهجوم محمد صلاح من ليفربول وهاري كين من توتنهام. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. رجعنا
سريعا لسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا، وبنوصل دلوقتي لمعادنا مع جولتنا في السوشيال ميديا، وهنبتدي بوائل جمعه صخره دفاع النادي الاهلي اللي نشر صوره على تويتر لعلم النادي الاهلي وكتب لو كل الدنيا ضده هفضل احبه بجنون. كمان نشر محمد ناجي جدو لاعب الجونه صوره على انستغرام من مباراه المصري اللي انتهت بفوز الجونه 2-0 وكتب طريقه جيده لبدايه عام جديد. نشر كمان احمد ياسر ريان المنتقل حديثا للجونه على سبيل الاعاره من النادي الاهلي صوره من المباراه وكتب فوز كبير الحمد لله. اما الصفحه الرسميه للنادي العين الاماراتي على تويتر فكتبت بمناسبه انطلاق بطوله كاس اسيا ومباراه الافتتاح ما بين منتخبي الامارات والبحرين كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في مباراته امام منتخب البحرين اليوم ضمن بطوله كاس اسيا للامارات 2019. كمان محمد النني المحترف في صفوف ارسنال الانجليزي فنشر صوره على تويتر من تدريبات الجانرز وكتب عليها لا تستسلم ابدا. كمان شيردون شاكيري لاعب ليفربول الانجليزي كتب على تويتر بعد ما نشر صوره ليه من مباراه الفريق الاخيره مع مانشستر سيتي، المباراه اللي انتهت بخساره ايفرتس بنتيجه 2-1، 100 مباراه في الدوري الانجليزي فخور بالوصول لهذا العدد في المباريات. كمان نشر فيرجو فان دايك مدافع ايفرتس على تويتر صوره من المباراه وكتب خيبه امل ان نعاني من هزيمتنا الاولى في الدوري الانجليزي في الموسم الحالي لكننا سنستمر. كمان فينالدوم لاعب ليفربول نشر صوره من المباراه على الانستغرام وكتب لم يحالفنا الحظ للعوده للانفيلد بنقاط المباراه، كانت مباراه صعبه لكننا عملنا بجد واظهرنا روح عاليه لنعود لمسارنا الان. كمان كتب اللاعب سوانكي على تويتر بعد انتقاله من صفوف ليفربول لفريق بورنموث اتفقت ان اقول شكرا جزيلا لفريق ليفربول على الموسمين الماضيين، لقد تعلمت الكثير مما يفيدني في المستقبل القريب. رحب بجميع الموظفين والمشجعين واللاعبين بأذرع مفتوحة وأنا ممتن لذلك، أتمنى كل التوفيق في هذا الموسم وفي المستقبل. كمان هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي نشر صورة على الانستغرام من مباراة تشالمر بكأس الاتحاد الإنجليزي واللي كسبها السبيرز 7-0 وكتب أداء احترافي للغاية من البداية للنهاية، عظيم أن نرى اللاعبين مورش وأيوما في أول ظهور ليهم مع الفريق إلى الجولة القادمة. كمان نشر ديلي علي صورة من المباراة على تويتر وكتب إلى الجولة القادمة بكأس الاتحاد الإنجليزي. نشرت كمان الصفحة الرسمية لنادي برشلونة على الانستغرام صورة لنجوم الفريق أثناء زيارتهم لمستشفى وكتبت البارسا يجلب السعادة للمستشفيات المحلية. كمان راكيتيتش نشر صورة من الزيارة على تويتر وكتب مشاركة يوم خاص مع الأطفال. كمان رونالدو نشر على الانستغرام صورة ليه بعد ما تسلم جائزة جلوف سوكر كأفضل لاعب في العالم لسنة 2018 كتب أفضل طريقة لبدء العام الجديد، شكرا على التقدير والرعاية اللي شفتها النهاردة. كمان الظاهرة رونالدو نشر صورة على الانستغرام بعد ما فاز بجائزة جلوف سوكر كأفضل مسيرة كروية وكتب شكرا جلوف سوكر على الجائزة. نشر الأسطورة الأرجنتيني مارادونا صورة على الانستغرام بعد الأخبار اللي انتشرت عن تعرضه لوعكة صحية وكتب أريد أن أشكركم على رسائل التشجيع، أنا آسف لأنهم كانوا قلقانين من دون سبب، أريد أن أخبركم أنه لم يحدث شيء، أنا بخير واليوم أعتني بأحفادي، أرسل قبلاتي كمان للجميع. احتفلت الصفحة الرسمية لنادي بايرن ميونخ الألماني على تويتر بعيد ميلاد رئيس النادي هانس ونشرت صورة لي وعلقت وكتبت عيد ميلاد سعيد لرئيس البايرن وصاحب 67 عام. جيروم بواتينغ نجم بايرن ميونخ الألماني نشر صورة لبناته على الانستغرام وكتب بنات الحلوين وحشتوني. نشر النجم الألماني كمان أوليفر كان صورة على الانستغرام مع توني كروس لاعب ريال مدريد الأسباني وكتب وقتها كنت أعرف أنه سيصبح كبير، عيد ميلاد سعيد توني كروس. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نستقبل ضيفنا النهارده استاذ محمد سعيد الناقد الرياضي في اخبار المسائي.
رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومنورنا دلوقتي استاذ محمد السيد الناقد الرياضي في الاخبار المسائي. مساء الخير عليك. مساء النور عليكي وعلى كل المشاهدين. منورنا اكيد في كلام في الميديا وفي قناه النادي الاهلي. طبعا هنتكلم اكيد عن خساره النادي الاهلي امبارح قصاد بيراميدز بهدفين لهدف في اللقاء المؤجل من الاسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز. شفت اداء النادي الاهلي ازاي؟ اداء النادي الاهلي امبارح ممكن نقسمه جزئين. الشوط الاول ده كانت مباراة، وشوط تاني مباراة تانية. وشوط تاني مباراة تانية. ويمكن عجبني جدا تصريحات مارتن لاسارتي بعد المباراة واللي اتكلم في الجزئية دي واتكلم بواقعية جدا. الأهلي الشوط الأول أدى شوط كويس جدا. صحيح. قدر يتفوق ويقفل كمان مفاتيح لعب كتير في فريق بيراميدز ويشكل خطورة على دفاع بيراميدز. صحيح. يمكن شفنا أكتر من هجمة، شفنا الأهلي مستحوذ، شفنا الأهلي مسيطر على وسط الملعب عكس ما كانت الناس متخوفة. لا، الأهلي كان أفضل في الشوط الأول. اللياقه البدنيه ساعدت اللعيبه في الشوط الاول. التكتيك انا كنت شايف ان في حاجه جديده امبارح او في شكل مختلف شويه. الثنائي اكيد رمضان صبحي عمل فرق الشوط الاول. يمكن من الاسباب اللي تراجعوا الاداء في الشوط الثاني ان رمضان صبحي بدنيا ما قدرش يكمل بنفس المستوى اللي بدا بيه الشوط الاول. يمكن كنت بتكلم مع بعض الاصدقاء، استنفذ كل طاقته في الشوط الاول، ما قدرش يوزع المجهود بتاعه على مدار الشوطين. يمكن لو كان موجود بنفس مستوى الشوط الاول كان فرق مع الاهلي في الشوط الثاني. في الشوط الثاني اختفى مع تراجع بدني لبعض اللعيبه خصوصا في الجانب الهجومي واصابه وليد ازارو. صحيح. يمكن والهدف اللي جه في الشوط الثاني اللي في جه في بدايه الشوط الثاني اثر اكيد طبعا مع اول 3 دقائق من الشوط الثاني. يعتبر اول هجمه بهدف ومن خطأ، أنا شايفه خطأ طبعا من محمد الشناوي حارس المرمى. مع الأخطاء مع التراجع البدني الأهلي الشوط الثاني ظهر بشكل يمكن أقل مش من قد كده. أقل من الشوط الأول. واللي عاجبني أكتر زي ما قلت لك اعتراف المدير الفني إن في أخطاء في الشوط الثاني وإن في تراجع في الأداء في الشوط الثاني وهيشتغل عليها. يمكن دي أول مباراة للمدير الفني. أكيد. يمكن أنا كنت متحفظ شوية على التوقيت إن هو يتولى الإدارة الفنية في المباراة دي. في مباراة هامة زي دي. في المباراة دي أنا كنت أتمنى إن هو يكون قبليها بمباراة أو مباراتين ياخد الأجواء بتاعة الفريق، يتعرف أكتر. طبعا 4 أو 5 أيام ما تعرفش على امكانيات اللعيبه اللي عنده طبعا بشكل كافي. يمكن حتى ممكن نقدر نقول انه حفظ اسامي اللعيبه كلها. بيتمرن، كان بيشتكي، كان بيتكلم ان في 42 لاعب بيتمرنوا معاه. طبعا عدد كبير بالنسبه للمدير الفني جاي في وسط موسم وفي ضغط مباريات، عايز يتعرف على كل الكم ده من اللعيبه. هتاخد معاه وقت طبعا، لكن اعتقد ان هو ما بيحطش مبررات، عايز يحط حلول سريعه لان عنده مباريات. تتابع مباريات طبعا مهمه جدا. يمكن عندنا يوم الثلاث مباراة مع سموحة، مباراة صعبة برضو في الدوري، بعدها يخش الأجواء الأفريقية مباراتين ورا بعض برضو في منتهى القوة مع فيتا كلوب ومع شباب الثورة الجزائري. صحيح. أعتقد مفيش وقت للوقوف عند الهزيمة دي. لا، لازم يشتغل على الأخطاء بصورة سريعة جدا، يتدارك الأخطاء دي في المباريات اللي جاية. ويمكن من ضمن الحاجات المهمة أو المطلوبة التعاقد مع مدافع والتعاقد مع ديفندر. ويمكن بعد اصابه وليد ازارو اعتقد ان هي هتطول، هتقعد تعدل مثلا توصل للشهرين. اعتقد ان في حاجه لمهاجم جديد. ويمكن لو حتى ما تمش التعاقد مع مهاجم جديد اعتقد ان قيد عمرو جمال اصبح دلوقتي امر ضروري جدا. صحيح. وده اللي شفناه النهارده كمان في المباراه الوديه اللي كانت ما بين النادي الاهلي وما بين جمهوريه شبين. صحيح، انتهت بثلاث اهداف للا شيء لصالح النادي الاهلي. شفنا فيها تالق عمرو جمال كمان في اللقاء ده، واضح ان هم بيحاولوا يجهزوه للقاءات القادمه. اعتقد ان عمرو مش غريب او يعني عمرو جمال مش غريب على فريق النادي الاهلي طبعاً. وطبعا من المهاجمين المميزين جدا في الدوري. يمكن فتره الست شهور دي بعد عن الانظار او بعد عن المشاركه في المباريات بصوره كويسه. اعتقد المباراه الوديه النهارده فرصه ان المدير الفني يشوفه عن قرب، ان هو ياخد قرار بقيده وقيد كمان بصفه عاجله ان هو يقدر يلعب الفتره اللي جايه دي. لان المباراه اللي جايه الاهلي ما فيهوش مهاجم صريح. يعني احنا بنتكلم على وليد ازارو اصابه، صلاح محسن مصاب، ايقاف مروان محسن بحصول على 3 انذارات. فكده ما فيش مهاجم صريح في الاهلي. وجونيور اجاي طبعا مش مقيد ولا محليا ولا افريقيا. فاعتقد ان الاهلي في حاجه مسه الى قيد عمرو جمال او جونيور اجاي حسب رؤيه الجازف، ان جونيور برده بيقدر يلعب قصه راس الحرب الصريح، بيقدر يلعبها بشكل يمكن جونيور اجاي النهارده سجل هدف. ظهر النهارده برده بشكل كويس. يمكن عمرو جمال ظهر بشكل كويس، صالح جمعه سجل وظهر بشكل كويس. صحيح. جيرالدو الانجولي برده ظهر بشكل كويس. اعتقد المباراه النهارده فرصه
وفرصه كويسه طبعا محطوطه في الجدول طبعا قبل الهزيمه بتاعت امبارح ان المدير الفني يشوف اللعيبه اللي ما شاركتش او يشوف يجرب مجموعه من اللاعبين في مباراه وديه خفيفه يقدر يشوف فيها مستويات اللعيبه اللي عنده لان عنده ملفات عاجله لازم طبعا يحسم قرارات مين هيطلع اعاره مين المراكز اللي محتاج فيها دعم فين اللعيبه اللي ممكن تتايد اللعيبه اللي ممكن ما تتايدش طبعا في ملفات لازم تتاخد في وسط المعمعه او المباريات الكتير اللي بياخدها الفريق الاهلي دلوقتي لا في قرارات برضه لازم تتاخد وبسرعه عاجله. طيب من وجهه نظرك ايه الاخطاء اللي وقع فيها امبارح لسارتي؟ في قيادته طبعا للنادي الاهلي واكيد هو لا يلام بشكل كبير جدا هو ما عشان نقول يعني اخطاء وقع فيها مسك الاداره الفنيه للنادي الاهلي من يومين فمش مش طبيعي ان هو يلام عليه. صعب ان احنا نحكم على مدير فني بعد اربع او خمس ايام في مباراه قويه طبعا يعني نتفق او نختلف هي يعني مباراه قويه مباراه قدام فريق قوي بدون عناصر كويسه ويمكن عمل تدعيمات برضو قويه ومعاه جهاز فني محترم فيعني الحكم على المدير الفني او نقول اخطا في ايه او اصاب في ايه ده شيء لسه قدامنا وقت عشان نقدر نحكم على المدير الفني ولكن من اللي انا بشوفه في التدريبات واللي بشوفه في قيادته لا الراجل مركز جدا واضح ان في شخصيه عنده مختلفه شخصيته قويه واضح ان هو عايز يعمل حاجه مع الاهلي الحكم عليه سابق لاوانه طبعا ده شيء ما فيهوش جدال ولكن لازم ياخد فرصته أكيد. لازم ياخد الفرصه كاملة. ونشوف طلباته ايه لان طالما جبت مدير يمكن فني من اهم متطلبات لسارتي اللي سمعناها في الفتره اللي فاتت جهاز طبي عالمي يجي بطريقه دوريه يزور النادي الاهلي ويحدد اساليب وطرق العلاج للنادي الاهلي حتى اللعيبه اللي عندهم اصابات يشوف طريقه التاهيل وتجهيز اللعيبه دي بالاضافه كمان لطلبه للحصول على توقيع مدافع في الفتره الحاليه. طبعا موضوع ملف الاصابات اتكلمنا فيه يمكن اتكلمت فيه معاكي هنا في فتره سابقه ممكن ده الملف الاهم يمكن لو رجعنا لاسباب يعني صحيح لو اتكلمنا امبارح وليد ازارو بيتصاب النهارده وليد سليمان بيتصاب النهارده في المباراه الوديه اكرم توفيق بيتصاب طبعا في اصابات عضليه وفي اصابات مش عضليه ولكن احنا شايفين في اصابات عضليه كتير جدا في اصابات عضليه كتير دي ما فيهاش خلاف واللعيبه بياخدوا وقت كبير كمان ان هم يرجعوا مره ثانيه ملف الجهاز الطبي طبعا ده شيء ده طلب انا شايفه منطقي جدا من المدير الفني ولازم يتم التعامل مع الملف ده بالتحديد بصوره عاجله لان الاصابات بتفقد الاهلي يمكن نص قوته احنا ما شفناش الاهلي مكتمل من بدايه الموسم حتى الان خليني اقول لك ان يمكن سبب اخفاقات النادي الاهلي في الموسم الحالي او الموسم اللي فات او السنه اللي فاتت بما اننا خلاص في بدايه السنه الجديده كانت كلها سببها الاصابات اصابات ما احنا بنتكلم مع تعاقب اجهزه فنيه مع تعاقب معدين بدنيين صحيح لا الظاهره لسه موجوده فطلب منطقي الطلب الثاني اللي انا شايفه اكثر منطقيه من المدير الفني واتكلم عليه هو امبارح يمكن في نهائي دوري ابطال افريقيا كان عندنا سبع لعيبه من القوام الاساسي مصابين تمام اللي بيبقى فيه سبع لعيبه يعني حتى لو في اثنين بيتعافوا بنلاقي اثنين ثانيين اصيبوا يعني القايمه القايمه ما بتقلش الجزء المهم اللي كنت عايز اتكلم فيه هو اتكلم فيه امبارح الجزئيه بتاعه التعاقد مع مدافع واعتقد ان هو مش طالب مدافع بس كمان لا هو طالب مدافع وديفندر افريقي وده سر عدم قيد جيرالدو لحد ده حتى الان واعتقد ده كلام منطقي جدا انا جيرالدو مش هيقيد مع الاهلي افريقيا او مش هيلعب مع الاهلي فالافضل ان يتم اعارته زائد ان المكان اللي بيلعب فيه اعتقد الاهلي متوفر فيه مجموعه من اللعيبه المميزه اللي تقدر تسد فعلا في المكان ده يمكن طبعا في ثناء كبير جدا على مستوى النهارده في المباراه الوديه صحيح لعيب مهم ولكن انا مش هايد لعيب عشان بطوله الدوري فقط انا عندي بطوله واحنا كمان في نصها خلاص هتنتهي في شهر 5 هنبدا دوري المجموعات بعد يعني اقل من 10 ايام هنبتدي اول مباراه فالوضع محتاج فعلا ديفندر افريقي او مدافع افريقي لو هايده مكان سليف كوليبالي ولو ما تمش التعاقد مع مدافع افريقي سوبر او مدافع محلي خلال الفتره اللي جايه دي اعتقد ان الابقاء على سليف كوليبالي خصوصا ان هو مقيد في القائمه الافريقيه الابقاء عليه الست شهور دول اعتقد ان هو ممكن يكون حل مؤقت لو انا اعتمد عليه كمدافع بدل من الاعتماد على لاعبين ما بيلعبوش في المركز ده يمكن طبعا مستواه احنا يعني في اتفاق ان هو مستواه لا يليق بالنادي الاهلي ولكن هو دلوقتي مقيد افريقيا حاجز مكان لاعب في افريقيا حاجز مكان لاعب في القائمه المحليه عامل دربكه في قصه انا هشيل مين وايد مين بداله فقيد جيرالدو اعتقد مش هيكون قرار صائب الفتره دي ممكن يتم اعارته في الدوري المحلي او خارجيا صحيح. واعتقد ان الاهلي بيسير في الطريق ده مع التعاقد مع مدافع لو ما فيش قدره على التعاقد مع مدافع محلي سوبر يقدر يتاقلم ويخش سريعا في الفريق الفتره اللي جايه لا
مفيش مشكله ان يتم التعاقد مع مدافع من شمال افريقيا. في لعيبه مرشحه للاهلي من شمال افريقيا في مركز المساك، في لعيبه افريقيه مرشحه في مركز الديفندر. المركزين دول بالتحديد محتاج فيهم لسارتي دعم، واتكلم مع الكابتن. احنا سمعنا النهارده كلام على احمد سامي مدافع الجيش. الاسامي كتير، الاسامي مطروحه كتير، يمكن ابرزهم ياسر ابراهيم. صحيح يعني. بس يمكن شفنا كمان مع ياسر ابراهيم في مبالغه كبيره جدا في الرقم اللي طلبه مهندس فرج عامر. اي مدافع يطلبه الاهلي الفتره دي هيبقى في مبالغه من اي نادي، ان كله عارف ان الاهلي محتاج في امس حاجه للمدافع، ومفيش اصلا مدافعين. والمدافعين طبعا زي ما تقولي العدد قليل، اللي هو العدد اللي يقدر يلعب في الاهلي. صحيح. يمكن بنتكلم في ثلاث او اربع لاعبين، في منهم واحد او اثنين في الاسماعيلي. الاسماعيلي بيمر بظروف صعبه، مش هيسيب للاهلي الفتره دي زي ما بتقولي في سموحه. ياسر ابراهيم او محمود عزت طبعا عارفين شطاره الاستاذ فرج عامر في مساله. صحيح. البيع والمفاوضات. فطبعا هيستغل الفرصه اللي موجوده دلوقتي والحاجه للاهلي لمدافع قوي، وطبعا هيغالي وهيطالب بمطالب كبيره جدا. اي نادي ثاني طبعا الاهلي هيلجا لمدافع من عنده، ممكن يكون اقل من المستويات دي وبرضه هيتم المغالاه في الاسعار. فاعتقد ان الاهلي لو ما وفقش في ضم مدافع محلي اسم كويس يقدر يخش في الفريق بصوره سريعه او ينسجم سريعا ويحقق اضافه يبقى افضل من الموجودين، لا يتم اللجوء للاعب افريقي او لاعب من شمال افريقيا يقدر يسد في بطوله افريقيا، لان بطوله افريقيا الاهلي محتاج فيها مدافع، محتاج فيها ديفندر بصوره عاجله. امبارح كان في كلام كمان بعد اللقاء عن الحكم الصربي ان هو ما كانش قد المباراه، كان في بنالتي لنادي الاهلي، وكمان كان في لمسه ايد على علي جابر. شفت ده ازاي؟ كان في اخطاء امبارح من الحكم طبعا، كل اللي شافوا المباراه اجمعوا على ضربه الجزاء اعتقد بتاعت احمد الشيخ اقرب. صحيح. اقرب ان هي تكون هي اقرب فرصه او اقرب حاله نقدر نضرب الجزاء. كانت هتفرج على الاقل اللقاء ده المباراه بالتعادل، ويمكن لمسه يد علي جبر، ولكن مش عايزين برضو نعلق كل المبرر حاجة او الهزيمه مش بسبب الحكم. صحيح. يعني مش بسبب الحكم ومش بسبب اي شيء تاني اثير امبارح. الاهلي اخطاء الشوط الثاني هي اللي اثرت، الاهلي مستوى الشوط الثاني هو اللي اثر وهو اللي خرج النتيجه بالصوره دي. كان ممكن المباراه تطلع تعادل ولكن تظل الاخطاء كانت موجوده باعتراف المدير الفني، وده شيء كويس منه. ان الاخطاء موجوده حتى لو المباراه انتهت تعادل، لا لازم يكون في اعتراف ان في اخطاء فرديه واخطاء جماعيه في الفريق امبارح. يمكن الاخطاء الفرديه اكثرها كان في الدفاع وفي حراسه المرمى، وده شيء لازم يشتغل عليه الفتره اللي جايه بصوره كويسه. التحكيم الاهلي السنه دي بيعاني فعلا من اخطاء تحكيميه. طيب بمناسبه التحكيم، سمعنا يمكن من فتره كبيره قوي ان مع بدايه 2019 هيتم تنفيذ تقنيه الفار في الدوري المصري، بس بعديها كده بشويه طلع كابتن احمد شوبير وقال احنا معناش نعمل الكلام ده. انا كنت معاكي هنا من فتره كبيره اول ما اثير الموضوع ده، قلت لك مفيش تطبيق فار، يعني مش هيتطبق في مصر، ولو اتطبق في مصر مش قبل موسم او اتنين. ان الموضوع مكلف، الموضوع محتاج تدريب فتره كبيره، الموضوع محتاج فلوس. ملاعب مجهزه، محتاج غير الفلوس. احنا برضو عندنا ملاعبنا، ما انا عشان اطبق الفار لازم اطبقه في كل المباريات، انا ما ينفعش اطبقه في مباراه الاهلي والزمالك وبقيه الانديه لا. فالملاعب لازم تكون تسمح، الحكام لازم يكونوا متدربين، الامكانيات لازم تكون متوفره عندي، لازم تكون الوحدات كامله. مش هقدر اقول ان انا لا العب بقى مباراه الصبح ومباراه بعد الظهر ومباراه بالليل عشان خاطر الوحده تتنقل من هنا لهنا، لا ما ينفعش. لازم يكون كل ملعب فيه وحده فار عشان اقدر اطبقها على مستوى الدوري. الموسم ده مستحيل، انا بقول مستحيل ان هو يطبق التقنيه دي، واعتقد الموسم الجاي هيبقى صعب جدا ان هي تطبق التقنيه دي، والموضوع اتنسى واتحاد الكوره. انا عايز اقول لك برده ان في دول كتير قوي مش بتطبق تقنيه هي مش شرط. حتى لو معاهم فلوس عندهم امكانيات. انا لو في اتحاد الكوره معايا فلوس عايز اصرفها على ارتقاء بمستوى التحكيم او الحكام الموجودين دلوقتي. انا الحكم الاضافي اللي هو الخامس او السادس اللي موجودين، يعني اصرف انه ارتقي بالمستوى، ان يبقى في تعاون، يبقى في، يعني انا بشوفهم في بعض المباريات او في اغلب المباريات كانهم مش موجودين. يعني الحكم الخامس او السادس، لا انا ارتقي بالمنظومه الموجوده حاليا. حقيقة. ازود اعمل دورات. يمكن ده اللي كان واضح قوي خلال مباراه النادي الاهلي والانتاج الحربي. بالظبط. المباراه اللي كانت في مباريات كتير جدا يعني الاهلي مش موجود فيها، لا انا بحس ان الاثنين حكام الاضافيين جايين بيتفرجوا زينا، يعني ما فيش اي اضافه بيضيفوها
للحكم الاساسي او الحكم الاساسي مش معتمد عليهم بصوره كبيره، لا لازم اشتغل على الملف ده، ملف ارتقي بالحاله اللي عندي دلوقتي، مستوى الحكام اللي عندي فنيا بدنيا شخصيه، الشخصيه بتاعت الحكم مهمه جدا، اطلع جيل جديد من التحكيم طالما انا في مشاكل عندي في المستوى، لا اطلع جيل جديد قبل ما افكر في تقنيه الفار، تقنيه الفار هتبقى صعبه جدا. اكيد. طيب خلينا نروح معاك لملف اخر، هو ملف كان 2019 واستضافه مصر لبطوله الامم الافريقيه 2019 بعد ما اتسحبت من الكاميرون. حاليا طبعا بينافس مصر على الاستضافه دي جنوب افريقيا، ومن واضح كده ان احنا طبعا ملفنا اقوى، عندنا امكانيات اكتر، عندنا فنادق اكتر، عندنا بنيه تحتيه، مواصلات، لاعب على مستوى اعلى. شايف قد ايه مهمه لمصر البطوله دي او تنظيم البطوله دي؟ مبدئيا انا عايز اقول ان ان شاء الله مفيش منافسه. مصر هتنظم كاس الامم 2019 ومفيش منافسه من جنوب افريقيا. الناس اللي خايفه، لا مفيش منافسه من جنوب افريقيا. جنوب افريقيا يمكن ما قدمتش حتى الان التعهد الحكومي. احنا عندنا هنا في مصر مؤسسات الدوله بدايه من اعلى المؤسسات مهتمين جدا ان مصر تحصل على تنظيم، في اهتمام وفي دعم لاتحاد الكوره لنجاح الملف ده والحصول مصر على صحيح. تنظيم كاس الامم. واعتقد ان احنا في فتره فعلا مصر محتاجه، صحيح دي تكون نافذه لمصر، صحيح مصر محتاجه تنظم سياسيا، كرويا، اقتصاديا، سياحيا، كل شيء كل شيء احنا في حاجه ليها، واحنا فعلا قادرين او احنا مستعدين لو هننظمها الشهر الجاي مش كمان ست شهور. لا احنا قادرين ننظمها، عندنا الملاعب زي ما قلتي، عندنا الفنادق، عندنا البنيه التحتيه، يمكن عندنا طفره كمان في موضوع الطرق وفي حقيقي طفره انشائيه طبعًا في مصر طبعًا. في كل يعني يمكن في كل لو المجالات. الناس اللي حضروا كان السنه اللي فاتت او امم افريقيا السنه فاتت في الجابون، دي حاجه يعني صعبه جدا فوق ما تتخيل. لا وجه للمقارنه، لا وجه للمقارنه طبعا. يعني انا عايز اقول لك انا مثلا كنت قاعده في اوتيل يعني سعره اكتر من 100 دولار، 100 دولار ده هنا عندنا احسن اوتيل 100 120 دولار بكتير قوي. عندنا الشباب ممكن تكون احسن مني. يعني عارف استراحه في الارياف، مفيش عنكبوت ماشي جنبي على الحيطه وانا نايمه، مفيش اي حاجه خالص. الأفريقية بس طبعا الاتحاد الافريقي لما بيمنح حق الاستضافه للدول دي بيبقى مبرره ان انا عايز ارتقي بيهم، انا عايز ان هم يهتموا شويه، يبقى في دعم. كان الواي فاي اختراع هناك، انا عايز اقول لك اول ما المنتخب وصل فضلوا 3 4 ساعات يعني مش عارفين يعملوا ايه. طبعا طبعا كان الموضوع صعب جدا. فده ياكد ان مصر قادره، وان شاء الله انا اليوم اللي هيتم فيه الاعلان ده هيبقى يوم سعيد للكره المصريه عموما، لان هيتم فيه كمان ان شاء الله انا باكد ان هيتم فيه اختيار محمد صلاح افضل لاعب افريقي في اليوم ده، فهيبقى اليوم ده هنحتفل بيه بالاستضافه. ومش عايزين احتفال بقى، احنا عايزين نشتغل كمان من 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 يوم الاعلان على الاستضافه، يتشكل اللجان بتاعه التنظيم بصوره احترافيه، الناس تشتغل بصوره احترافيه على الملاعب، احنا عندنا ملاعب. والجمهور طبعا. الجمهور لا ده ما فيهوش مفر، ده هيبقى الجمهور لازم يعكس صوره الشعب المصري اللي احنا محتاجين نصدرها للعالم. الجمهور المصري جمهور محترم جدا. الجمهور المصري جمهور بيحب الكوره، بيحب يشجع، خصوصا لو حاجه متعلقه بمنتخب مصر ومتعلقه بان مصر تظهر بصوره كويسه. يمكن شفنا في 2006 صوره رائعه للجمهور المصري. يمكن من الناس دلوقتي حتى الان يعني بقى لنا اهو 12 سنه حتى الان احنا بنتغنى بالشكل الجمهور اللي كان عليه في 2006. اعتقد انه مش هيقل عن الصوره اللي ظهر عليها في 2006، بل هيكون افضل. وهيكون دي اعتقد انها هتكون بوابه جميله جدا ان احنا نرجع الجمهور في كومبليت في مباراة الدوري. يعني اعتقد انها تبقى. بس دايما بتيجي تساؤلات بيقولوا يعني احنا مش عارفين ندخل 5000 او بندخل 5000 بالعافيه، ازاي هنقدر ان احنا ننظم بطوله ويبقى في يوميا بقى مباريات في اماكن مختلفه وفي محافظات مختلفه بعدد كامل من الجمهور؟ لا اعتقد الربط مش في محله شويه. المباريات المحليه او مباريات الدوري الامن فيه بيكون ليها طبع ليها طبع تاني، والامن بيبقى ليه وجهه نظر معينه. صحيح. ولكن عندما يتعلق الامر بمنتخبات بمنتخب مصر، لا وبمصر بقى مش منتخب مصر بس، احنا بنتكلم على سمعه مصر او شكل مصر في العالم مش في افريقيا بس. ان بطوله افريقيا مصنفه، يعني كاس الامم الافريقيه مصنفه يمكن ثالث بطوله على مستوى العالم بعد كاس العالم وكاس الامم الاوروبيه. بطوله افريقيا متابعه شديده جدا من كل العالم، يمكن كل انديه اوروبا بتتابع البطوله دي بسبب المحترفين بتوعها، بسبب البحث عن محترفين جدد او لاعبين جدد. فلا صوره مصر وسمعه مصر
اعتقد ما فيش حاجه اسمها جمهور بقى ما يخشش او لا عدد هنا معين، لا الكلام ده طبعا، ويمكن الكلام ده اتقال من اول يوم مصر قدمت فيه الطلب بتاعها، واتحاد الكره اكد ان ما فيش حاجه اسمها صحيح. جمهور، لا الجمهور كامل العدد في كل المباريات. يمكن في ممكن في مجموعات او مباراه او مباراتين ما يبقاش الحضور الجماهيري عليها كثيف بسبب رغبه الجمهور نفسه، ما لهاش علاقه بالامن، لان طبعا في كل البطولات ما بيبقاش كل المباريات كامل العدد يعني. اه طبعا مباريات مصر كان احنا عندنا القدره، احنا حضرنا مباريات مصر كان فيها 50 و60 واحد في المدرجات بالظبط يعني. بالظبط، فدي دي طبيعه لكن الجمهور هيبقى مسموح ليه بصوره كامله في كل المباريات في كل المجموعات. عندنا مدن كتيره للاستضافه، يمكن البطوله هيبقى فيها عدد منتخبات كبير، صحيح. هتبقى محطه انظار الجميع، صحيح. عندنا الاستادات، عندنا الملاعب، يمكن عندنا في القاهره هنا اكتر من 3 ملاعب عندهم قدره في استضافه البطوله. اسكندريه، عندنا اسكندريه، عندنا السويس، عندنا الاسماعيليه، عندنا بورسعيد. لا يمكن الملاعب، يمكن حتى لو فكرنا في اسوان ممكن، ولكن اسوان بعيده. مشكله كمان ان الجو يكون حر جدا في الوقت ده. بالظبط، عشان كده بقول لك اسوان ممكن تكون بعيده، انما احنا لو قادرين ننظف نقدر ننظف في اسوان، عندنا هناك الملعب، عندنا هناك الفنادق، عندنا كل البنيه التحتيه موجوده. مصر ان شاء الله هتنظم البطوله وهيتم الاعلان وهننظمها بصوره كويسه باذن الله. صحيح. ومنتخبنا هينافس فوق ان شاء الله باذن الله باذن الله. طيب نروح لمحترفينا في الخارج، ويمكن طبعا اكيد الابرز ما بين محترفينا هو نجمنا محمد صلاح اللي بينافس على الجائزه الافريقيه الافضل في افريقيا زي ما قلنا يوم 9 يناير الحالي. انت توقعت ان محمد صلاح انا عايز اقول ان مفيش منافسه برضه. مفيش منافسه، هو اللي هيفوز باللقب زي ما فاز بيه برضه في العام الماضي. يمكن برضه كمان من اكتر المحترفين اللي باينين قوي او اللي بانوا قوي في 2018 محمود حسن تريزيجيه، انهالت عليه العروض كمان في الفتره الاخيره من انديه ايطاليه ومن انديه في الدوري السعودي وكمان في الدوري التركي من قاسم باشا التركي اللي هو بيلعب ليه حاليا. يمكن العروض الايطاليه اكتر. صحيح. يمكن كمان سمعنا نجارو نابولي، شايف نابولي ولاتسيو. ولاتسيو شايف افضل مكان مفروض يتجه ليه محمود حسن تريزيجيه في الوقت الحالي؟ انا نفسي يروح الدوري الايطالي او الدوري الاسباني او تكون محطه للدوري الانجليزي. طبعا دلوقتي مفيش طبعا عروض ليه من الدوري الانجليزي، ولكن تريزيجيه يقدر يقدر امكانياته تاهله ان هو يكون موجود في البريمير ليج. يعني انا متضايق او انا زعلان ان تريزيجيه موجود في الدوري التركي في قاسم باشا التركي، يعني حتى مش نادي قمه هناك في تركيا. امكانيات تريزيجيه امكانيات عاليه جدا. تريزيجيه يقدر يلعب في احسن الدوريات وفي احسن الانديه ويظهر بصوره كويسه، يمكن من اللعيبه اللي فعلا. كمان فنربخشة كان بعت لقاسم باشا كان عنده النيه ان هو برده يتعاقد او عنده الرغبه ان يتعاقد. انا هو من اللعيبه المظلومه، يعني من اللعيبه المظلومه، مستواه اعلى من النادي اللي من بيلعب قاسم فيه قاسم باشا، واعلى برده من الدوري التركي ككل. يعني احنا لو بنتمنى اكيد اي لاعب مصري يكون موجود في الدوريات الاوروبيه الكبرى عشان ده يكون اكيد بالظبط. انا مش عارف ده بصراحه مشكله وكيل او مدير اعماله في عدم ان السنه اللي فاتت برده في التوقيت ده وفي الانتقالات الصيفيه سمعنا عن عروض كتير لتريزيجيه، وفي الاخر لقينا بيجدد في قاسم باشا. طبعا كان شيء مستغرب بالنسبه لي انا شخصيا، لان انا كنت شايف ان العروض اللي جايه له دي ان هو يقدر يلعب فيها. السنه دي نفس القصه، مش عايزه يكرر تاني او اتمنى ان هو ما يكررش تاني اللي حصل السنه اللي فاتت، ان نسمع عن عروض كتير جدا لاتسيو ونابولي وفي الاخر كمان شتوتجارت الاقيه بيلعب بالظبط، الاقيه بيلعب برده في قاسم باشا او في نادي تركي تاني مع احترامي للدوري التركي. ولكن انا عايزه يكون موجود في دوري من الدوريات الكبرى. انا عايزه يطلع من الثلاثه، انا الدوري الايطالي الاسباني الانجليزي. اعتقد الدوري الايطالي مناسب لتريزيجيه لو فعلا العرضين جديين من لاتسيو ونابولي يتم السير فيهم والتفاوض معاهم بشكل جيد ويتم الانتقال ليه، تبقى محطة ليه للدوري الانجليزي ان شاء الله، لان تريزيجيه من المواهب المظلومة. صحيح. طيب نتكلم عن اللقاء الاخير لليفربول مع مانشستر سيتي في البريمير ليج اللي جه بقى عكس كل الاماني اللي كلنا كنا بنتمناها اكيد لليفربول الانجليزي. انا تابعت المباراه طبعا كانت قويه جدا، يمكن انا كنت اتمنى ان هي تنتهي لليفربول، انا كنت حاسسها او شايفها مباراه الدوري او مباراه اللقب، ان الفوز على مانشستر سيتي توسيع الفارق ل 10 نقط اكيد كان هيعمل فرق كبير جدا مع ليفربول. يمكن بقاله اكتر من 20 سنه ما خدش بطوله الدوري، فانه يكون ان هو ياخدها بقياده محمد صلاح ده هيبقى شيء مميز جدا ليه، يرفع اسهمه. صحيح. ان شاء الله في يعني كان في فرص ضايعه كمان في الشوط الاول، الكره اللي اداها صلاح لمانيه وخبطت في العارضه دي طبعا كان ممكن تفرق كتير اكيد من الفرص الصعبه جدا، ولكن برضو
ليفربول ما ظهرش بالصوره اللي انا كنت اتمناها بيه. اعتقد ان كان في تفوق من مانشستر سيتي، كان في تفوق من جوارديولا فنيا على على يورجن كلوب في المباراه، ظهر جدا على مدار الشوطين. يمكن كنا نتمنى يحصل تعادل، ولكن انا شايف النتيجه اللي انتهت بيها المباراه نتيجه عادله. فعلا مانشستر سيتي كان الافضل، هو كده طبعا اشعل الدوري، اشعل المنافسه بصوره كبيره جدا. ولكن نتمنى التدارك في الفترة الجاية. رجعوا الأربع نقط تاني. رجعت الأربع نقط طبعا، ده يبقى صراع شرس جدا أكيد. حتى نهاية الموسم يمكن تحسموا في الآخر المواجهات المباشرة ما بين الفريقين لغاية نهاية الموسم. بالظبط، هيبقى في مواجهة تانية طبعا. صحيح. أو المواجهة هيبقى في مواجهة تانية ما بينهم، ولكن الأهم من المواجهات المباشرة إن الفريق يطلع من المباراة دي ويكمل انتصاراته، إن الدوري الإنجليزي ما تعرفلوش. يعني الدوري الإنجليزي ممكن تتعثري قدام فريق صغير، يمكن صحيح مانشستر سيتي أهدر النقاط اللي هدرها امام فرق صغيره، ده حقيقي، او ده اللي وسع الفارق. اتمنى ليفربول ما يقعش في المشكله دي، كنفس المشكله يعني يكسب المباريات بتاعته اللي جايه بصوره كويسه، ومانشستر سيتي اعتقد ان هو هيتعثر برضه. ده بالنسبه للبريمير ليج. طيب سريعا كده اسالك شويه اسئله عن الايجيبشن ليج بقى في موسم 2018 او في سنه 2018، تقول لي من وجهه نظرك افضل حارس مرمى في 2018 كان مين في الدوري المصري؟ ممكن نقول اثنين، عامر وجنش. جنش، عامر بعديه جنش، وعامر افضل مدافع. افضل مدافع ممكن دي صعبه، لان احنا عندنا مشكله في مصر في موضوع المدافعين، فممكن اديها لمحمود علاء بصفه ان هو يعني بيحرز اهداف او بيحرز اهداف. صحيح. ولكن برضو الزمالك او محمود علاء ما فيش اختبارات قويه ليه دفاعيه. انا يهمني في المدافع ان هو يكون مدافع قوي الجزئيه بتاعته. فبما ان هو طبعا مدافع هداف، فرقته متصدره الدوري ماشي بشكل كويس، فياخدها. افضل بلاي ميكر، صانع لعب، اعتقد محمد محمود من اللعيبه اللي انا شايفها مبشره جدا، وانا مقتنع جدا بمستواه، وكان مقدم مستوى كويس جدا مع وادي دجله ومعاه وليد سليمان. وليد سليمان قدم موسم رائع مع الاهلي في المركز ده، على الرغم من ان وليد سليمان مش مركزه صانع اللعب او مش مركزه اللاعب رقم 10، ولكن اداها بصوره رائعه مع الاهلي سواء محليا او افريقيا. صحيح. افضل بقى مهاجم في الدوري المصري محلي واجنبي. محلي؟ انا شايف احمد علي. مهاجم المقاولين. مهاجم المقاولين. من واجنبي. المميزين جدا. الاجنبي طبعا وليد ازارو هداف الدوري الموسم اللي فات، فهيبقى هو افضل مهاجم اجنبي في سنه 2018. ايه اللي شفته جديد في الدوري المصري في الموسم الحالي؟ في حاجات كتير جديده. الدوري الموسم ده مش عارف احدد لحد الان فريق واحد هابط. صحيح. وصلنا لنصه مش عارف احدد فريق هابط. تاني حاجه طبعا، وده الشيء المتكرر، تغيير المدربين. صحيح. ده حاجه غريبه. دي حاجه احنا عندنا مستمره بقالها مواسم، ولكن السنه كمان دي شفنا يعني مدرب النهارده ساب الفرقه دي، المباراه اللي بعديها على طول بيلعب ضدها. دي على فكره انا ما بلومش فيها المدرب، المدرب عايز يشتغل، انا بلوم فيها الادارات. يعني بتكلم في تغيير المدربين دي، الادارات هي السبب فيها وهي السر. المدرب بيسيب الفريق زي ما بتقولي النهارده، بيتم التفاوض معاه يمكن وهو شغال من اداره نادي تاني. فالمدرب مش هيقعد في البيت. صحيح. هيشتغل اكيد، حتى لو قصاد فريقه او ما فيش انت في احتراف، فانا هشتغل. المشكله ان الاداره ما بتختارش كويس. يمكن انا دلوقتي لما بختار مدير فني في بدايه الموسم ببقى مقتنع بيه، مديله الثقه، السبورت وراه، بحقق له طلباته لاني واثق فيه اني اخترت اختيار صح. في اضيق الحدود ممكن يكون في عدم توفيق، او يمكن يكون في ازمه معينه تخليني ان انا اغير. صحيح. ولكن المفروض القاعده ان انا مختار صح. الاسوء ان انا لما بختار تاني ممكن بختار اختيار تاني خاطئ. فبضطر ان انا بعد 3-4 مباريات ببتدي اغير. يمكن اللي شفناه السنه دي، يمكن شفنا التغييرات، في تغييرات ايجابيه جدا. وفي مثالين طبعا، يعني حاجه رائعه، عماد النحاس، كابتن عماد النحاس مع المقاولين، كابتن طارق العشري مع حرس الحدود. تغييرين يحسبوا طبعا لمجلس الاداره في الناديين، في توقيت فعلا عملوا فرق، عملوا طفره. عملوا اضافه قويه جدا. يمكن بعده، يمكن كنا احنا بنشوف المقاولين وحرس الحدود في المركز الاخير وقبل الاخير في بدايه الموسم. صحيح. لا دلوقتي في نقله ثانيه كبيره جدا من الفريقين. طب لو سالتك عن اكثر الانديه اللي تاثرت سلبا بسبب تغيير المدربين تقول لي مين؟ المصري بلا منافس. المصري بعد حسام حسن. والاسماعيلي بعد صابر من الموسم الاسماعيلي ده من الموسم اللي فات. انا بتكلم على الموسم ده.
هزه عنيفه جدا في المصري بعد رحيلها حسام حسن. يمكن كابتن دكتور ميمي عبد الرازق مسك فتره، كابتن مصطفى يونس مسك فتره، كابتن ايهاب جلال مسك فتره، وما زال الفريق بيعاني حتى الان، واعتقد ان هو يفضل يعاني حتى نهايه الموسم، لان اسلوب كابتن ايهاب جلال او طبيعه شغله مش بياخد وقت، لان ليه طريقه وليه فلسفه معينه في التدريب. صحيح. فعايز وقت عشان يشتغل، واللي اسمه المصري ما عندوش رفاهيه الوقت. المصري عايز دلوقتي يخرج من الكبوه اللي هو فيها بصوره سريعه جدا، ويبتدي يبني للموسم اللي جاي بعدين، بس اهم حاجه يقف الفريق على رجله، يحقق انتصارات متتاليه، يخرج بيها من هزه الثقه اللي حصلت في الفريق بعد رحيل كابتن حسام حسن. الاسماعيلي طبعا بعد الصبر الكلام كان الموسم اللي فات، ولكن برضه حصل فيه هزه، ولكن الهزه مش بسبب تغيير المدير الفني فقط يعني. الهزه بسبب رحيل عدد من اللاعبين الكبير. صحيح. عن الفريق اللي كان بيلعب الموسم اللي فات وكان واخد فيه مركز ثاني. لا رحل 5 أو 6 لاعبين. طب ما يمكن المشكله دي اكيد بسبب ان الانديه دي بتعتمد ماديا في المقام الاول على بيع اللاعبين، فهي محتاجه مصدر للدخل اكيد. ولكن انا دلوقتي لما ابيع لاعب او ابيع مجموعه من اللعيبه بمبلغ عندي البديل، لازم اجيب البديل. يعني لما امشي كالديرون المهاجم، لا لازم اجيب مهاجم يعوض مكانه. اكسب في كالديرون مفيش مشكله، اصرف منه على الفريق مفيش مشكله، ولكن اجيب مهاجم تاني يسد او يبقى موجود مع الفريق يعمل مع الفارق. ما اروحش اجيب مدافع مهاجم اقل منه، ما اروحش اجيب لعيبه دون المستوى، لا انا مشيت 5 أو 6 لعيبه اجيب بدايلهم بصوره كويسه. ده بالنسبه للاسماعيلي، وبالنسبه ده المفروض دي قاعده، ان انا ببيع اي لاعب ما فيش مشكله، بس اجيب اللاعب اللي يسد مكانه. خلينا نروح لمنتخبنا الوطني الاول، وخليني اسالك عن وجهه نظرك في اجاري المدير الفني للمنتخب الوطني الاول، وشايف ازاي المنتخب تحت قيادته. لا عمل طفره، يمكن اجاري في بدايه مهمته حط هدف قصاد عينيه ان هو يغير الصوره اللي كان عليها المنتخب مع هيكتور كوبر، اللي الجماهير كلها كرهتها. صحيح. الطريقه الدفاعيه اللعب التحفظ امام سواء فريق كبير او فريق صغير، انا بلعب بطريقتي المتحفظه. ويمكن كان في حزن شديد جدا وغضب شديد جدا بعد كاس العالم، وبعد الاداء الباهت اللي احنا ظهرنا بيه، وخروجنا 0 النقاط طبعا من المجموعه اللي كنا فيها، مع ان احنا كنا نقدر ان احنا ننافس على الصعود او على الاقل ما نخرجش 0 يعني. نفوز مباراه يمكن كنا المنتخب القبل الاخير يعني، كان بعدين على طول منتخب بنما، يمكن احنا وبنما يعني رقم 31. يمكن احنا وبنما نفس الترتيب نفس المستوى. طبعا كان شيء احزن الجماهير كلها. اجيري جه بطفره جديده، جه فكر جديد، فكر هجومي. يمكن حظه ساعده جدا ان هو يقابل فرق في المتناول قدر ان هو يسوق لطريقته بصوره كويسه. قدرنا ان احنا نعمل غزاره تهديفيه، كان عنده فرصه ان هو يلعب بطريقه مختلفه. يمكن هو لو كان بيقابل برضه فرق كبيره او منتخبات يعني منافسه قويه، ما كانش قدر ان هو يلعب بالطريقه الهجوميه المفتوحه اللي كان لعب بيها دي وشفناها. بالظبط. انا عشان كده بقول حظه الجيد جدا ان هو بدا بالبدايه دي، بدا تدريجيا. لما وصلنا لمباراة تونس اللي الناس كلها كانت مستنياها بقى عشان تحكم عليه، لا الراجل اصر برضه على طريقته لعب، واللي مميز فيه ان هو بيعد جيل جديد. يمكن محمد محمود لما بيديله الثقه في مباراة تونس هناك، ما بيديله الثقه في مباريات في التصفيات ومباراة تونس اللي هنا، محمد طاهر صلاح محسن. لا اعتقد ان هو عنده فكر جديد. صحيح. هو قال انا بشتغل على كاس العالم 2022، ده شيء كويس جدا، وبحاول اني انزل بمعدل اعمار اللعيبه عشان هم دول اللي يكونوا معايا في 2022. بس برضو شفنا بعض اللعيبه اللي هم فوق السن شويه، زي مثلا احمد علي مهاجم المقاولين العرب. في نفس الوقت جه كلام وقتها ان وليد سليمان مش هينضم للمنتخب لان سنه كبير، فما فهمناش هو الكلام او المبرر اللي انا سمعته. ان وليد سليمان معروف بالنسبه لنا، ممكن يكون موجود في امم افريقيا، ولكن الفتره دي انا كجهاز فني يعني بعمل اختبارات، عايز يشوف اكبر قدر من اللعيبه اللي كانوا بعاد عن المنتخب. ويمكن دي على فكره عملت تنافس جميل جدا في الدوري المصري، خلت اللعيبه عندها امل ان لا الجهاز موجود في كل المباريات بتابع اللعيبه كلها. صحيح. فمثلا لعيب زي اسلام جابر بينضم، اسلام جابر لاعب الداخليه لعيب كويس جدا، طاهر بينضم، احمد علي انضم في فتره طبعا واصيب كان حظه وحش، محمد محمود بينضم، في لعيبه بعيده كانت بعيده عن الصوره بتنضم. فادى ايحاء ان لا القايمه مش مقفوله زي ما كان الامر مع هيكتور كوبر، مفيش مجموعه انا بعتمد عليها بصوره خلاص مقفوله وان انا مش هبص للعيب تاني، لا
عمل حماس، عمل منافسه كبيره جدا بين كل لعيبه الدوري، ان انا ليه ما انضمش للمنتخب. يمكن حتى شفنا لعيبه كبيره في السن بقى عندها الامل. يمكن شفنا محمد عبد المنصف حارس دجله، وهو بالمناسبه من مادي موسم كويس. محمد عبد المنصف طمع انه لا انا اروح المنتخب. صحيح. محمد صبحي حارس الداخليه عايز يروح المنتخب. فخلى في منافسه كبيره جدا. صحيح. في الدوري ما بين كل اللعيبه. كان فعلا مركز حراسه المرمى ده اللي كان فيه صراع كبير جدا، ومحتاج لعيبه تخش، ومحتاج حراس جداد يخشوا. لان المركز ده فعلا فيه، مش هقول فيه مشكله، لا محتاج ان احنا يبقى عندنا اكتر من حارس نقدر نقول عليه حارس. يمكن احنا عندنا حراس كبار او مستوياتهم كويسه، لكن المشكله في ثبات المستوى. بالظبط. بنشوفهم مباراه وحش ومباراه تانية اخطاء ساذجه جدا ما تعديش على حد. بالظبط. ولكن في طبعا المجموعه اللي موجوده او المجموعه اللي بتروح المنتخب مجموعه كويسه. ولكن لازم تطوير في المركز ده. لازم ان احنا نهتم بمركز حراسه المرمى سواء انديه او منتخب. لازم كمان مركز. انا عايز اشوف وجوه جديده. يعني عايز اشوف حراس صغيرين. خلاص بقى فكره الخبرات لا، احنا دلوقتي كل الحراس عندها امكانيه ان تبقى حارس منتخب مصر. صحيح. الاول يعني الشناوي خد فتره، محمد الشناوي خد فتره ولعب في كاس العالم. شريف اكرامي خد فتره حارس. صحيح. اول في منتخب مصر. احمد الشناوي خد. لا اتمنى اشوف محمد عواد، اتمنى اشوف وجوه جديده سواء في منتخب مصر او في الانديه. الاسامي اللي موجوده كلها اسامي محترمه، ولكن محتاجين وجوه جديده. صحيح. في المركز ده وثقه. اكيد اكيد. طيب لو سالتك برضو عن المراكز الاخرى اللي محتاجه تدعيم في منتخبنا الوطني الاول، المراكز اللي ملهاش مثلا بدائل عندنا في المنتخب. احنا يمكن في عندنا ابرز مشكلتين ظاهرين، راس الحربه. أكيد. والظهير الايسر. يعني احنا بنعتمد على مروان محسن ومفيش ليه بديل زي ما قلنا. ويمكن حتى البدائل دي مشكله، دي ازمه، لان احنا برضو بنعتمد هنا في الدوري المصري دايما على راس الحربه الاجنبي. ما انا كنت لسه هقول، يمكن حتى البدائل اللي اتكلمنا عليها لمروان محسن في الدوري المصري، بنتكلم على احمد علي. وطبعا مش كبير بس مش صغير. عندنا بنتكلم في خالد قمر، بنتكلم في مين تاني ممكن يكون مميز في الدوري. يعني مفيش الاسامي اللي موجوده كمهاجمين في الدوري المصري قليله. ده بسبب الاعتماد على المهاجم الافريقي. يمكن الاهلي والزمالك مهاجم افريقي. وليد ازارو مهاجم، يعني حتى مروان محسن مهاجم المنتخب. في اغلب الاوقات بيقعد بديل لوليد ازارو. اكيد. الزمالك كنا بنشوف كاسونجو، مشي كاسونجو، حتى المهاجم اللي جه الجديد خالد بوطيب هيتم الاعتماد عليه بصوره نهائيه. الاسماعيلي مهاجم افريقي، يمكن اكتر سموحه مهاجم افريقي. اغلب الانديه دلوقتي او اي مدير فني او اي نادي بيجي يدور ان انا عايز اجيب لعيب افريقي، هجيبه فين؟ هجيبه في مركز راس الحربه. ده اثر على المركز ده في مصر. ويمكن المركز الثاني المركز بتاع الظهير الايسر. حتى الان احنا مش قادرين نحط ايدينا على ظهير ايسر منتخب مصر. صحيح. يعني بعد محمد عبد الشافي بيتم الاستعانه بايمن اشرف كظهير ايسر في المنتخب. مع انه ما بيلعبهاش في الاهلي، ان بي موجود فيه علي معلول. يمكن بنلاقي في تذبذب في المستويات. يمكن محمد حمدي ظهر شويه ان هو ممكن ينضم لمنتخب مصر، ولكن في نفس الوقت برضه ما فيش اقتناع فيه بصوره كبيره. مش لاقيين الظهير الايسر ده. حتى دلوقتي بقت الانديه بتلجا للاجنبي او الافريقي في المركز ده. بنلاقي الجونه بيجيب ظهير ايسر اجنبي، بنلاقي انديه الاهلي علي معلول ظهير ايسر اجنبي. ففي اكتر برضه من نادي جايب ظهير ايسر اجنبي، فدي فيها ازمه. يمكن الديفندر برضه يمكن من المراكز اللي برضه محتاجين فيها شغل او محتاجين فيها تدعيم في المنتخب الفتره اللي جايه. عايزين نطلع برضه من ثنائيه طارق حامد ومحمد النني. بقى لهم فتره كبيره بيلعبوا والاثنين مميزين. أكيد. انا مفيش خلاف ان هم الاثنين يلعبوا. أكيد. ولكن البديل بتاعهم احنا بقى لنا فتره بندور على البديل بتاعهم. صحيح. في تناوم ما بين اللعيبه في مصر كلها على ان هم يكونوا بديل في منتخب مصر في المركز ده. برضو من ضمن المراكز اللي محتاجين الجهاز الفني يحط عينيه على لاعب او اثنين، ويتم اعدادهم بصوره كويسه ان هم يكونوا بدلة لطارق حامد ولمحمد النني، ويشاركوا في المباريات سواء وديه او في التصفيات بصوره كويسه. لان ممكن نتفاجئ في وقت من الاوقات او في بطوله، ويمكن حصلت ان طارق حامد بيتصاب او النني بيتصاب. صحيح. فمحتاج المركز ده برضه تدعيم في المنتخب. طيب بشكرك جدا استاذ محمد السيد الناقد الرياضي في الاخبار المسائي، نورتنا النهارده في كلام في الميديا. بشكرك جدا. شكرا مشاهدينا، شكرا لمتابعتكم لينا. اشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد على حضراتكم.